الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدغان وفدغ اللبات كساب سنة كلمة دي تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، وحين صوم الرأي خلاصي ربك كساب سنة إلهي كتاب كيسين لبرتو لقد داله رجينا ربي وصغير سبحانه وتعالى ومضى أي بران إلهنا وقلنا وذان حلكي سنة أي قتال عاوة هدى الله إلى هذا وحين مركا اسكو دينا قيبت اللبادين عن قبل قبينه وكسب سنة يقرق عنك كتابك إلهي وموضوع قيبت وقود بلارين هاي لكن وحان اسكو دينا إنا سيدي هبينك قدن بيسوك لأن تتابشو أن كغبحو كفل الروح المسلم كي يدهوش الله سعوده baraarujina u noqonaysa. Waxaan leenahay gaayada iyo ujeedada loo soo dejiyay kitaabka Qur'aanka waxaa ka mid ah ujeedooyin badan buu leeyahay. Midda u weyn in lagu dhaqmo oo ummadda la gaarsiiyo oo manhaaj iyo wado iyo dhaqan laga dhigto ayaa ugu muhiimsan, oo lafahada iyo naftaada ku dhaqdo, ahalkaada iyo reerkaada ku dhaqdo, مسلمين تهدي أد مسؤولية دي حلو قبات أدكم ما مشو وهو شو هو مهم سنوي إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامو إنو شيء كتاب القرآن كإن أمة اللوس الدشي عد كلو اللوس الدشي ما يجرت إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وحالي النبي الله كتاب بانك وسود الجنة دش هذا دت كان وسود الجنة عد كان الله موضع يدين كان ليدين سود الجنة والله يدين كان هنا تكو هاجتان كوباستان كوبت بعدان الدون كان وانا اجي نقول في عنا تكون ولا تان آخرنا تكون لي بان تان آيات كلا آيات الله معنا في سورة النساء إن أنزل إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائن خصيما. نبي الله القرآن كأذان كوسو دجنا لوحان كوسو دجنا ومضى إنا تكون ماموشو إنا تكون لقنتو إنا ضعيقا كوحو كنتو مركا أجيادة كتاب كاللوسو دجيي وإن لفوليو لا يسكن مامولو لغو رقمو لغا أمرقاتو أساقا منهج نولي لغا ديكتو وحكا لغا لغو غرب ودينوي حلك ضدك سارين يلم بركونا ورجينا كتابك برتي إيه حمبارس رجينا حملة كتاب الله ويا ضدك اللي دونا يني هرمود أم النقضان أم ضد يهرسات كرق ما يكرق عنك كتابك على الله سبحانه وتعالى كتاب أنزل الله إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون كتابك القرآن كا وحلو سدجي وجدوين كذا إن دتك اللي وجود دجا وحمه اللي وجود دجا وأنا جان اللي قطصه مسلمين تنا إلهي سبحانه وتعالى اللي حسوسيه وحاو جدوين كم إذا إن الرعاء أسرع كلي أن كتاب كله هي قانون كله هي حر كله يدقن آدم هي مخلوق أن لقول له حنين كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب وكتاب بركيسون خير كيسو بدن يعني دون والبا الله يقو حكم كيسا مقاسي ديسا مبادئ ديسا ومضى وحقوها نونينا يو واشي بركيسون وكلام رب العالمين وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وأندون كأدوم الله وطلق إنا يكوها نونينا كوها قاقا وحالو سدجيو كمدا ليدبروا آياتي آيات كربك القرآن كإنا يدوحان في ريان أي تدبرون الروحان أي كل رقمان المعاني ذي كاستنباطين أي كدكتان توش أي دون ك كوس عضان أي وحكو إفسدان آخرنا أي كبت بعدان أولئك الذين لعلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عدبيا لا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهم لا أنت أي فهم يريد كتابك ربي وحا إلهي كت المام وكل شيء إن المنافقين يقال إسكاليه مسلمين تمرك وحال قربا إن خلافان وكدوا ونذان قال هذا يا منافقين تا وكتابك رب جاي سيف عنو برتان مرك برتان برشود أي تي وصيلة أي دون يا إن يقول رقم عن كتابك أو فليان أو يا نفطه ذو كفليان أو أهل كذو كفليان أو بلشدة يا مجتمع أي كفليان أو مظها يقول رقان أسجى أنا يوركان إنه ديني عقيدة ويا هاي يا وضد يا قادل هاي
quraanka lagu dhaqmay oo la raacay wuxuu keensadaa in aad hanuunta adduunka yastalzimu hidaayata fi dunya والنعيم الأبدية الأخروية والفلاحة في الدنيا ورحمة في الآخرة كتابك قرآن كود كرد قن تود فلس أود برتو أود أسرق الضبق شو أسرق كهجان شو أدونك نوالوهنونا نحرس نوالوهلا آخران نعمة جنة إيو ليبان آخر الوهلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إذن العمل بالكتاب وحاكي إلهي كل شيء إن هانون إيه هداية لقه لي وشيء كو قاميني أو خير كو قاميني أو كو هانوني وحا الله كان وحايا هيدين لغو هانون لغو هاقاقه ودادك يكون أكسنا دان يكبر كبر واقبنا آخرية الدون بحمانا يكغل لحدان باب الله كان وشيدك الله كان بما يجرته إذن وحانوكي لإنا قرآن كو لغو رقمه ثواب كسي أبال كسوة الهداية الدنيوية هي أجر وينو آخر الله له آياتك لو هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كتابكم بركسين اللي سودتي راعة إلهينا كعب السادة هذا راع ذان محد ليسان الله إذن حريصنا سبحانه وتعالى إذن قرآن كو للراعوح آيضو قرآن كو تباحي يستلزم الرحمة وهذا يعم الدارين نحريس يهدايو يهانون با كتشير اللبضة قيبوت با آخرها الدين لاتقنا طريقة جنادت كوهانون إيسا أدون كان وضد التوصان صالحة أيا يكوهانون إيا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كوار راعي نور كي نبيغا لغسو الدجي نور كونا الدواه وقرآنك يا كتابك ربك يكو الرعاي هوشا ليمد وكو الليباني عكس إذن ودكتين كو الليباني وقال هذا إنه لا يفلح الكافرون إذن العمل بالقرآن وحوكينا الليبان آخر يمد الدنيا وحوكينا هنون آخر يمد الدنيا وحوكينا نحريس وحوكينا خسارة الآن أصول لقرا مرانا بربر يا بابا آخر يمدن بلغة ديفا quraanka lagu dhago oo lagu dhaqmo waxaa laga helaa in lagu badbaado fitanka iyo masaa'ibta iyo jahliga iyo caqiyada xun nifaqa waxaan ilaahi subhanahu wa ta'ala raali ka ahayn oo dhan baa lagaga badbaadaa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu salafku waxay dhahdeen habliga laga hadlayo waa alquraan hablullahi dhalla sheegaya quraanka weeye cabdullaahi mas'uud wuxuu yidhi in hada siraata muxtadarun تحضره الشياطين ينادون يا عباد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن عبد الله وحولي هاي ودونك آدمه أي مراني أدونك قاضاني كل وقيان شياطين باب حدو تشوكتا شياطين تويكوك عن هذون ويكوية أدونك إلهي وحقا صومر بيكولي هذا شيطان كورني وددا صومر وددا قبيالة صومر مدى النفاق صومر مدى الديمقراطية صومر مدى علمانية صومر مدى خيانة مدى بنت مدى نغرت مدى قرابة قويس نمدى مدى الدين لآنت مدى صلاة اللقات حمار ودن ودوين بيلة وضي الشيطان وكابا قبيلة الشيطان انت كابوه دي ياتاقن وكوك عن هذه كوية هذا ما ركتت لكن نفتض اللحريرية وكوية رية هذا اسفردي وردين بدار كيسة ينادون يا عباد يا عبد الله هذا الطريق بكورني أدونك إلهيو ماشا يقول لها قادم ولو قبابا وضد سوقات بكولي عبد الله باسد أورني عبد الله نحو رقن أولا أحاديث نبي كم قلي موسى رفعين شرين وأنه يكون الرسول أبو سن ناجي بلوكيس وكبق جري حديثك هو أسوق مركا نبي كم قلي بأسوق دي جري شيخ جري أسوق كبق إنو وحون هفو أما أوسكتيو النبي عليه الصلاة والسلام آخر وقبصد والله الضوض صدرت موقوفات من مسعود أكثرها ومرفوعات بالليل هذا وأنا صحيح حبضا كي وحور إمامك إمامك فاعتصموا بحبل الله حرق إلهي قبصد فإن حبل الله القرآن حرق إلهي وكتابك إلهي قرآنك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون في سورة البقرة وأذكرنا إنسان كوا أنو كتابك سينيب عليه كتابك قرآنك ويراعيا سر بين الراعية
أحد كوكو فريين وكو خسارة آخرية دون بخسارة وي عبد الله مسعود ابن عباس إيوه أرضوه ذي مجاهد من جبر إيوه كريمية قتادة وحي كفسرين آيات يا صحابة يتابعون كفسرون يلا هذه يعملون به حق عمله وي أولئك يؤمنون به وهو العرس تلاوة هذا لقاها الله يلا نوا تلاوة اتباع وعمل به إما تي قراءة هاي ما بيد هذه هذا القرآن كروح كل رقم فلية نفتي سكوت طبقة أهل كي سكوت طبقة أمة الجارسية كوت طبقة كحكومة كاسا قرآن كرميسن نينك أن كل رقم من قرآن كنا مر رميسن آية كسب حي العمل بالقرآن وإيمان به وعدم العمل به وكفر به أولئك يؤمنون به بالليل ومن يكفر بأي بعمله فأولئك هم الخاسرون سيداس يكفر سيرين وحيكولو إلى هذين مرك يأكاها اللين آيات داس ألا ترى إلى قوله تعالى والقمر إذا تلاها يتلونه بيفسر ينسلف الصحابة يتابعون إليهن التلاوة هنا واتباع القرآن والعمل به وإن قرآن كلا الراعو لا تبقلو أو لغو رقم إماها إلا الدريري محاو الدليل والقمر إذا تلاها بالليل مركو ضيح الراعو محو راعية تلاها هذا ممركو أخريا مسوى ممركو الضبق له الرعو واتباع آيات داس تلوغ تلاوة القشة يقيب وحيلي وحوية والاتباع ابن عباس يقول حال قوضا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه والنفس اللفظ وثابت عن مسعود عبد الله وحيلي والله حبري القرآن كأوية قانا باتفاق المسلمين قرآن كما عني سي تفسير كسي أحكام ديسة لبضو ضادة سعيشة ابن سعود إيه ابن عباس لبضو وحيلي وحلقه ودا يتلون وحق تلاوته قرآن كأقول رقمه الراعة راعدة ربطة وحلقه ودا قرآن كوحو بنيين أتبنيستو أتكور رقانتو وحي أو كاره بين أتكتك تتكفقاتو معانيه سي أحكام تسنة أذن ليحن أوضن لقن شبارهم ميروسان لا ينحكم كإلهي أذن مرينين روايك لأن تحل حلالا وأن تحرم حراما وأن تقرأه كما أنزل ولا يحرف عن مواضعه وحو قرآنك بنينا بنيستو وحو كاره بين أتكتكتو لو أخري حق أدها إي حروف تسين مخارجتا إي تجويد كيس الله أخري سيدو ربكو سودتشي أسوان لقوق الوين بريان دمقورية تجويد كيس قوق الوين بأجرة أدان جانس المربان استابد دونا لكن كما قالوا مركا حكم كيسي عمل كيسيد اللي قوق الوقلية أديه سي نطق كيس قوق الوين بأجرة لفتركوضو ولا يحرف عن مواضعه حقنا أن آياتها قرآن كان لقل لي حين معناه ذي ماشي أبارها هي انتباحها هي أهل البدعة هوشا كبدا آيات والبو قرآن نين أهل البدعة قدر أنت مركا واللي حين إياه أحد الصالحين بقى اللي يسنكو أغان كرائنا سنة هاي إن السنة وحدكو أغان كرتابي ولحديث نبي محمد كسوغان أما آيات قرآن هذي واحد آمن سنتها يبتم بتدعي طيبه وحدو آمن سنتها وتكدين دقان يسو حديث نبي محمد وسوغان أما آيات قرآن هذي انتي قبط آد حقو شرك إزقلي سوى تسكد آيات دينات كل يحسي واحد آمن سنين فأنت مبتدعي بولي هالك باطي خاسر خسار سن ما طيب يسمى مركات فيوذة هاي آيات بن حريسي النور يمال بيكون نغنيس واتار ربتي لكن مركي آد آد آنكو آد 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 خربنتو كوه ريس بدعو أو سموده أو أرقي بلايا قاد أو معتزلية جهمية يكو هلان طوائف أهل بدع فرقاس آيات قول بقرآن أكو تابانيس ويكو ربي مركي واد ليحين قولي هذا كتاب إلهي كتاقي الديمقراطية دا أيو علمانية دا شيوعية دا جميع المبادئ الكفرية الإلحادية الهدامة وليها قاتل وعيدون ما نقدين آيات هذه وصوم تقانان وما أذكي سنكران آيات الحكم والتحكيم والتحاكم إلى كتاب الله ضد أخرضه ويربيون يعني لقما يعني قبصتي أما بحي ضدك قبي شرمحام حلو رنشري يا
gubtaanyo inay taabataad mooda qoliyaha dhiiga xaq darada daadiya wama yaqtul mu'mina mutaammidan hadii maqla wa boodahaya ma adkaysan kara qoliyaha sifaat ka rabbiga tahriifiyo ku ciyaara arrahmaanu ala arshi istawa hadu maqla kabu qadanay albaab ka boodaya inada fantin banu malaynay qoliyaha xiyalka iyo xaraanta iyo baqtiga iyo ribada ka daba wareega ayatu rabb maqli kara yaani nuwal baafadi qalbi uu gashay urugtayda shaydaanimada ayad ba waxa taabanaya quraanka markaas uu xanuunsanaya wuxuu isku dayo markii uu ayadi kaleexiyo meeshii ku socotay iyo macnaha looga jeeday iyo waxay tilmaamaysay ba yu kale yu isku dayno kaleexiyo ka wiciyo wala yuharraf an mawaadi sidaasi salaf ka wadaan hadaba mar haday sidaa taa quraanka u jeedada loo soo dajiyay u weyn ay tahay in lagu dhaqmo asaga la fuliyo wuxuu u baahan yahay fahan دلال وقت اللي قبحيه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا مركي سلف كفسير وحيد هذا وفهم القرآن حكمة ننك حكمة الله سيئة خير بذنبا الله سيئة وحال لقوضة كتابك ربك ننك فهمه اي الروحة اي تفسير كيس انتو فما درك الرقم اي أم عن سيده أبوك ننك سحال سيئة الحكمة حكمة ما النطق اي قرامه والعمل مع التفقه والعمل به تفقها ان قد دقنت الربا قد دقنت القران كو حاكمه مركات اخرينيسو وان سي ترتيب او كاتسيون او معني سو دوخيسو لا سوتو ايدو سي ودعهيان يا ميله معنوه كلا بخايه شي والبشيغه لوجه جيدو وان لا تيمادو كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر وان قصد سومر ليدبر اياته وإن آياتها قرآن كأبدو حضو أود فهانتو أو لغي أبا مالك مركة أول ما أنت شنجس أدا خريدت إن الله بصحب الدافو ويدو لما كان قرآن كالروحي سيد الله سعوتو وكورة دمية وكتابانية وكهاجية وكورها الله إيا أصحاب محمد كلي قد لماها الله ينو أدو كورها الله يتكسو قاديسا ما أنت ينو الدقي أو أدو أنك لله الله يتيب أتكسو قاديسا هذا القضو كود عيا من الله بكيمت رسولك كلها الله يا قرانك كتابني هاو شدن بو حد كدغي اديك كوما دافتو مركين الله سبحانه وتعالى دافين با لا يابا لكن مكو قرانك كو يهي اقوام هرو تغي انو كهلهاي قال الله شيغان اي كو تاي غالدي ابو جهل يو عتب بن ربيعه عيدن كيسي مسلمين الله شيغان اي كو يين اهل بدر وباعه الرضوان اذا قرانك وليغا وا حولن يهي با اديك كلمه الله وا قران حولن او ميل كلا وسوده marka waa un dareerinaysaa xuruftaas ajirkum badradaysaa waa mushkilo marka aad alaas kaga ilaali quraanka wala raaco lagu dhaqmo ilaahi wuxuu ino sheegay in laga helaayo hidaayo iyo barara adoon iyo mid aakharo hadsoo laga tagana ayaan daro iyo khasaara adoon iyo mid aakhara ka imanay qisadii ku saabsan nabiyullaahi aadam abuna aadam soo degidiisi iyo jannada ka soo saarideedi قالها بطامنها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هنونك إلهنا باتفاق السلف الصالح وما جاء من عنده من وحي الأنبياء والرسل نبي الله آدم وحي الوسود إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي حق الله كيمة الدين أهابا هنونك اللغة جيدا أما هنونك مركا لفظا ومعنى من الله كيمة دو أما معنيه سو وحي هنوغض ألفاظ دون الرسول كالي ما دو سيدة حديث كوك لي مركا ننك هنونك يا إله الرعب ورنك سمرد ما يو منا أيان درسان هايو وحاو يا خير يا برواق وكفر ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلى آخر الآيات وذكر ليس قضية مركة آن ربا وحاوي هدي إلهي يقسم مربان لها للدونا وذادها يد قيدة يوالدك يعررت ضبا لكن هذا القي وحود عايا رجن حمالة كتاب الله حامل القرآن بان ربنا الله الله هذا الكوريه هبينك رب حين كسعودي كان عاونا كسعودا ruuxi walba muslim marka uu taaban karo hada uu taabanaya laakiin anagu niman kan maaganahay
ushu igu jarantahay waa nimankiina quraanka bartay ilaahay karaamada uu siiyey ee laakiin karaamada ayada meeqaankeeda iyo qiimeeda aan marinayn waxaa laga yaabaa inaad dahab haysato iyo dheeman xaggana aad digfur iyo saalageel aad moodo waxaa laga yaabaa rabbi inuu ku karaamay laakiin aadan garanaynin aafadaasaa marka rabaa inaan ka digo xadiidkii Zayd ibn Arqam ee sunanku ay soo saareen iyo axmed iyo muslim mad garanaysaan xadiidkii dheeraa nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin dhexdaa ka istaagay buu saxaabigu Zayd ibn Arqam qaama fiina رسول الله ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم مثقلي نبي حول المسلمين عون نبي محمد بن رحمة مالك استاق أصور نوخض بيني بعد العصر بو استاق صوبانو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أد بو در دار مجري وحالا قيب انتون نبي الظهر استاق إنو مخرب كنتو قد مركة قاركو لكن لو شيء إن جري سعيد دو ده هاي النبي يقول حسكوا ده إنتوا لدر دار مكرو إنه لدر دار محرتي سي الصحابة دي سفر إنت الدين دي دنبالك أمد كدن بيسيو قرسية النبي يقول حكوا عليه الصلاة والسلام أنو بنا آدم بان هاي وحاد دو مرد دو إلا إيه يرو ورب جاي رسول كسي إيه ما دو ملك موت كأه كدبنا آن أجيبو لكن وحان إذن كغتك يا الله باشي وعلوصد كبت باريسان هذا كدداشا أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه من صحابه نبي وحوري متك أهر رأي إن إذن كي علوس وحاوي كتاب ربكي هنوم باكتشرة نور بحن بارسنية والكتاب كالرب لها إذن كن كالحرين فاستمسكوا بكتاب الله أساقا النبي قال لقجيري فاستمسك بالذي أوحي إليك هي إنك على صراط مستقيم إذن فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به صبنا الفادي سوي سحابك وحور النبي وادي أنا هذا كده رمك يري كره فحث على كتاب الله ورغب فيه كتاب كإله إن لقول رقم أون لقب صدو أون لقوة عن أون لقب بيرن أون لبال مرن وأسجد الدين لقد قلت النبي أمد كو عربية كو قبابية كو ترترزي ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات وحان كلو دين كقدر دار ما هي آل بيت كي أنا كدا ذالا ما بيقول إن آل بيت كيس اللي واحد قد بي أولا باب بإيني أو دبدا وقاد حتى وشيغي هدي الرسول كي إلهي أهل كيسي صالحين تآية وصو وكرنا شيء وشيرب كيسو وصير ربنا يا هاشم يربن المطالب يحاسس كيسي يعرضوا أوجه وها هذا وحيدا صومال إنك تعيش هاي ما قشة لوترا إنك تعيش هاي وحكي لسكدة دتك السكبة ده ما قشة أصو أرجيس ما قشة بلورها عابة شعيل أصو وقبته صوبانه إلهي أهل كيسي بالكور دتك كيسي كور عروت كيسي أبد كيسي نبي حلو أهل بيتي وركد ذلك إسكا إلى لي ها إذنا صدح قرب النبي قارن تاكو عليه يقول محلو شايد كان أحدكم مسلم بكتبت قرنيس محلو شايد كوا محان قربه لبض الشيء النبي قلوا يقول أتكبت بالي سانو واتقها يوا حجابنا ياي وكتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به واخذوا به كتابك إلهي مركي إناد أهي لسان واتكور لقنتان إناد أهي لسان كو حكا إناد ساكور لقنتان جماعة من رسالة وحورن شرين ومبهن هذا لي وحنبهن يروح نقوة أني عمل ما حيكوة ذات لو تنسى عنا هذا الشو وحاءت شيء سئنو كام مغضاك خير بضان وحاءت شيء سئنو كام مغضاك خير بضان رجي نمرك كتاب الرب يوحن بارسان أمد هل دور كذي حدقه هذي هذا الكتاب الرب يقول لقانتان ودقن قليسان أمد صور نبضون نقون إيسان تصالي هريال أحد لغو الضيضة هدي لكن إذن كو آد أمد أول لذاتا رول بمكال لأيقا آد أمد أمال لمتنا بكال لذاتا هدى كتاب كما أيضا قيمينين أمد نعقمي يلي كرتان كتاب إلا يكون رغم وقاته حرمي وقدري كامر قاته حديث كمن عباس واسونا معنا وكلا كيمي رسول كإلهي با استاقيب في حجة الوداع أياما منا بأهيد ما يعرف يد بلبض والله الشيخة
نبي عمرك استاجى واهل وحون يري إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون أو مما تحاقرون من أعمالكم عفوا شيطانك وكوكو استوضا وكسمرا إن جزيرة العرب لو عابدوا أصنام أوثان أي كسي جاد والنبي بابي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيس لكن هذا الشيطان حقوقا عرها لكي هاي دنوب يرض فضيسان إيسان إن أتكد أعذار لو إنك كسو الله تضبو قد بو أقل عددك بن آدم كشيطانك تضبو قد أدو قربان كلمة كقال الله من هذا تكبت بادك قالوا كو ديارنا ما دالو تضبو كاربو هايستا كانوا كوكو سيدين هذا تكبت بادك قالوا ودي وودي مركة أدن بيسو حكو قينا يا عمل لغا خير بدن ياي ون أجر بدن اللهين أيو حكاقا دي كيو أغفعنا ما يشاسد كو دفلين إسا مركة أصوى حفائدة كتوغا إنو كان مشغولي أعماش خير كبانديت معصيبو كوكريواي بدعو كوكريواي كفر يشركي كوكريواي حمان كالو وحورنا وحسكود ديا مركا إنو كان دعيو هاوشان آذ هاي سوحكا في عن مجل سومالي ورنا ذا خير بدن كل وذ مقرن هاي وحش كفر دا هل كان كوكارتي بكولي جانت كوكاليساي مركا صوى حكام مشغولي وكايل دفنا يا عمل وينو هذا الله تما هذا هذا كورن بدافع لهاي أسوق فائدة إن أرحب سانتو غير كهذا دم بيوتا هذا دون النار بيادن قليني لجوي بين آدم بكرش قياسه وأن حريف هذا إلى أبونا آدم سوت تجنا أو بقول الله كارت الله صباحي نبي وحور فحذروا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمت به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبي نوحوري إسكئي علي الشيطانك يوسن أعماشا يركي معاصي دنوبتا إذا كبا بعين انت إسلام شرك بات كبت بادين حمانك لها كل عنا مسلمين وحايدين كتاقبوا الشيهادة قبسطان كل كتان آت كبت باديسا ولينا إذا نميين وأما حيوة كتاب الله وسنة النبي كتابك ربك إيه سنة النبي محمد طريق ديسي وضد النبي قاضي أقاضي كل دقنك كتابك وين أنت كتابك هرجل أنت كتابك قدر أنت كتابك وضد النبي أمري وامحي وضد الله يقانو قرانوي نبي ودقنا هان يقول أهان وحول بكم وشيء كتابك الرب جاي ويا منو عليه الصلاة والسلام إيه سنة النبي محمد لا بد طريق وحن كان يلقب بعد يا ما يجرتو وهذه الربين آخره أم بدبانو النار يعذاب يعقاب كبدبانو أدون كان بيحاوي برسمات أي نهلا تاسي نكو بدبادينا حديث معاذ بن جبل باسقنا باب كان كوي مدير ديرايد في سنن أبي داود كمرتين إن الله حكم قسط عود تابعي معاذ بامان والبجلس نوسى منشرة ونقوانيون أحاديثة كذقة لأنه فقه ننفقه وعالم أفرتي وداده والنبي قدرت من القرآن كان لقى برتو كتشري وبي من كعب ياسقيه إيه عبد الله المسعود يا جماعة دي بكتير فرده صوفر يستوي حكب اللابة يا الله حكم قسط أو عدل في رواية هلك المرتابون إلهي سبحانه وتعالى وقرصور عادل أون إيحانين أون أحدنا الدلمين أو إمضوا السمنتاي سوالة دوية قانو عيد إلهي إنكو وحل الربو يا تايمي يا هذا يا تاي قويسكي تايمي يا واسيني يا الله حكم عدل قسط هلك المرتابون قوليها الدين كشكي سويها لأكسي من بورنشري إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم بدعة فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة اتقوا زيغ الحكيم وفي رواية زلة الحكيم فإن الشيطان يلقي في الحكيم الضلالة ويلقي للمنافق كلمة الحق حيري ورنمي إسئلالي الدين كان يلقى الشكيين وحاسوس عليهم مع المهرطة هذا فقري بين كتيرة حالات كثيرة ذكبة الكتيرة حقوق رشيد باكتيرة
لكن الدنيا لا يدين فوري دونا برو صحابي اللي أنا بقى وصي الشيء قرآن كله في تركيز وضد يربا يقان دور وداد باحثا إنه ويبرنا إيسا هرشيت باللو بدن ياي قرآن كبه أمد الله فوري دونا إلهي هوين كبرتان ويعررت برتان ووايين كبرتو وإنك ير برتو قرآن كمك الله وضا برتو وقرب سيما الله النقضو نمبا وحسورنا يا شيطان باوشك حولي قرآن كله ولي يقان ناي حرفت في عاد كوه لميسي دي دوكسي أن عرفي عن كوه لميسي اسكول وإنات فرطو اسكول وإنات ثميسو وحن والله صوتك قالي سمالي رقل لي هذه الدكان لي دي يقنع ستا مالي رب مهارتك فوريا سمالي باركي ويكقر فورها يان ويحوطن بايس لها هيركس لن نقونا وكوريا هيا حساب كلو كيريا هي مشروعية كالي مشروعية بها للا فهمي وكقور هيا طوانك السنة مربو دلدلنا هيا وذا ديه قرآن كي الدين كي النسيد وكلو النقضي صحابي قاينو تلمان وحوي وحوي صورنا يا قرآن كي والله وضبرتي هول كونو هذي لقوح رمينا يميه هواين كي باقنا يعرطي بابرتي دقيدي با يقانا وإنات كي انتم مشروع كالي يبرنامج كلو حوي حرمات كي يشو بي عبالي هولو شيدينا يكو شراء مركب محوكينا يا محوكينا يوح قرآن كي لقرب لقو وقرآن كي لقوب بهدي له مدرسة الله سمين اسكول بالله سمين كتاب كليبان كل جنابة على كله حيسة سكرادة وحيسة هو قدام بيساء وساعة القنفورة هي معلن قف المرجعة أيا لقوها قاتنا كتاب كإلهي سما يدارك اسكولات كسومالي أنا قرنية اسكولات كسومالي أنا قرنية ما هذا الدين جا وحن لقول ده بيشري معلن كمعلمين تورط وقول فالحن أقول نظافة حن أن حرق في عينين أصحاب شيدة طبعا عدك أعرضا هذا هو حوي دي سر رباحة كوكوتال يدرب قبسية فرصة يقعمها تاك ساعد قدام بيسين داقلها كبو دينا رملينا أن قدد دوننا أما أن ميلها تشلاتك سوقنا بلقو أدنى أوه لح ساعة مشان ساعة وحير مكاجو القرآن كان نعي ومدى الدين كان نعي فيزيكسكي كيمستري بيولوجيكا ثلاثه ازا يا زين يا معان قرا تاريخ دي وحياه باشا كشكدا يا برر وحا جري وهاو لدجي وي شيطان بهوش ادغي قرشه هبيسن وي ادم نينك لوو تلقى انو دوميو ايا حساب تن كيناي كو ودا اسلام مدارس تكدغا ماده اوغو ليدته ان لوو دخيل ما تقانان لوو ما دحو سما قرن إيسا ومادة القرآن لغو مردعو هذا الفرطق اللي عيسود آدكتو واحد مودو لوك ديگاقية دي فرهاد آدكتو لغو تابن ماهي صدن قرداد قفتو لغو تعلم ماها هذا بقول كيبا اللواتاني شانك كنتهورا وسعال قوليها وحيابه مواد كليم مادة اما قالدو واتين اما حيوه الشلماء لغوه لأيانا حال حرف لغو عفن ماهي وبهدل قرآن كبا من طرف خفي سي مباشر أو غير مباشر أيها الأمة اللي وقفوا غينية ما هكل قد مدارس عادقة مدارس تكوية لقارس إيشك بمباسي نيروبي عادقة ثانويات كحتى واسدة موادا اللي قد عموي اللي قوسي دي بماي أفر سنة اللي قولي هاي مادة قرآن كيد بها تكوية وجامعة بالله وصيوة كيد بها تكون نقون دونتا مواد كان لقاع عفين ماي وعيدن الصومالي دو جيل لينك لها عرض عيه يا الله قو قيلي رقان لينك لها خفر ينا مكع ذا الليلي استاقي ميز وابين إنا استاق إذن كامرك القرآن كو خفر يو بهد لها يه سيكو برموس إيسان وكو هلاغ إيسان هاوش أمرك الدب بينو أنا يوارد كتن شدنا لكن هذا بل إذن كو حلكينو أنك ولا هذا اللو حور إمامكو مركز هول كلو قرآن كي قرب سعتو كينو وحوق مع كله إسك إلى لي بهو شو والله قدو ما هي هاي حول مدك يا لي أنا قد ضال دارك دارين كأيدن قليه يدق دا أنك دقي ضد كاسي يسن كيني بونين كعالم كأما أبوان كحكيم كخل دمي خلت كيس أسك دنا إن لو طوره يسن كيني بروا حكيم إن زلدي سلو الرعو يعني وفر موازنة وسمعاد وافقيه الأمة أعلم الناس بالحلال والحرام اتقوا زلة الحكيم نشوخ جعش هيبا حقوق خلطمي
وحدي خالد كسبان كرة عصنا يا دو شيخ ما بخل دمبا أما كل أسرع عليه كرة عامة هوش بكرة عيا خالد كو قالناها كرة عي وأنا جيسناها بيردرين وهبهدلين ميزان حمان تان أكرة عين وكله حرمدي يسي وأنا جهرن إلى له دور وميزان بالله بهاي وحلو كله إسكيب وقاعد يبرو منافقونا مربو حققوها الله إسكيب دوره بريسكي إلى ليه ويلقى للمنافق ويلقي شيطانك ويلقي للمنافق كلمة الحق شياطين ظالمين وفجراء أي شيء حق الله إيمانية ودينك الله يبني وكوكو يرى مركة قاركود أي ودنك لكالي أنا أقول لك الشيكي تورونتان ولو كن يلحد ومرتقي جمعاتو ينو كتا الله تورونتو برتن كيدا دونتون كوكا كتا الله يا وحيلة دا مكتبو وين مطالعون مساد كان بكوي كوريوس يسبب كوي بركة مكتبة دا سنتيجي تشري مالك الدمبا وحنكو وحمطالع عن وادي تشري مالك الله دمبا تشرتو مثل مثل مساعد واسكي رايدو وما في الليل بركة جامعة دا مركة قيبت مطالع عن وين قيبت هذا كله كليات كلية الدراسة إلى ذا كلية دراسات إسلامية إلى ذا نينكب حي ونصور لما السنة كت جاي وهذا مريك يقدم بيزوين حسن الله فقرابيه بوحيد الشيكي وحيد الشيكي كتاب دراسات إسلامية قيب تحديد كوحد دراسية قال يهودي ومستشرقة سنة أبو داود بدراسية وحيد دراسية أرض مسلمين والصومالية عرب إيشيان كلاباله مركو شرحي حديد كسيسو شرحيا وحينما يقول محمد هذا إنما يعني كذا وكذا بوليه مرق محمد حوارك رجل عبقري حكيم أبوان إن دير قرد الدرع الدونك الصومري نبني بضا مع اعتراف سنو الدونك أنه لم يدام الصومرين بوليه لكن إذنك وذا أمسين الرسول يا لك أنا ما أمسين لك وحنا أمسين هاي نين راقيت الدونك أنه لم يدام أعرق بوليه ما بيش ما نعمان دونه أقول إسكريمي ميل تولي رسكلا سو كورن أبيه كدن توهي ذي كدن متوه كدن طيب هذا كي كرصدي أوسي ون لو عيرسنا يدنا مبدأ لي أدون كرام بقبص ضد كيزون وين كرام بس ما دمان بوري ماشي بين هذا كلا ويس دمان مبادئ ذا كلا ورنا وحول ويس دين تاعون ما ينسب أكو صعوبة أسوق هوش ولا يبي وحن بلاص ما بيجي قارن بور ما كان نين كان هوش دراسة قوة لنا كنت سنة درسنا يبروش أن وضع مركوا منافق كبدنا قال وين بوح الدراسية ومعلم إيه هاي أرض المسلمين تاعي معاجم وين هذا وحكب بارتان قال قرطي المعجم المفرس ولا ما يقال قال الدياريسي مستشرقين وضنك على كلها إن جينا الدراسين هيين سينو أم فهما وحنا هاي نك ما كذربتنا الله دع على أنت أما آدم يسوع وين غرت وقعت وحويه معك عروضة محايس كدر الكرة gabadhi la yiri rag waxa walaalay ama isku dila keen maxay keenta hunguri bay keenta waday google walaal imtixaanka ina far ugaas iyo wuxuu yiri misasaga farx loo oran jiray ma aqaan iyo wuxuu yiri duqeyb wuxuu ku yiri nin walba neef intuu soo goor waxa ay keeno xubinka rag isku dila ama walaalaya waday baa neef soo goor asagoo wadnihi iyo beerki iyo alaabti shafki iyo sakaarka diyaarinaya يا جودي سوحي تجري وحن سكدة يو بوع عن صوب حبي ترهم جورا قد أنت ديك سكور دوجي إن كان دتك الرجاء والوالد شجيش نبوا والان طيب ما يجتر وح رج سكول لايا أما ولا لايا بحر كان ويقاد نام يدلاد بلاي ما يعدي وجي بيتري وذي وجر جرير هاي دقيدة كلا نن كورس كيرا نن بارك كيرا نن بير يلا جوك يسرع ينن تح سو كيرا نقول الحب سوى شيء ذي، هذا يوم وحول الله جبنا عند الله جري ريسا وحول هذا صحن بوحول هذا، هنقول كل شيء أو توبة، توبة هذا، وقاس كي جرات كي ويلوا على وار كي مركي نقول كحب سنين كان باش هلاي، نين كان حيو ما نجامن بكتوم هاي، ويقان رجع نادو كلا يقانوا آه، حول هوش هذا ما دن كينيني، يا كيني وروح كلا نافيه وروشان.
dhurwaagu waa cunaa waxaan xag iga geeya baryaad la ordaysaanaya sakaarkan xagga geeya alaabtan way alaabta rag isku disha isuna keenta wuxuu yidhi fikraddan yaa aduu kuu keeray tu inkaar qabta yaa boq garaado iwaashay buu anugu miya ayada weydii in la diluu ka baqahayaa ayadaa ma rabaa gabadhi buu ka doono gabadhanaan rabaa buu ihi gabadha hawshan garatay garaad fii caqli bay leedahay iyo garasho dheeraa soomaali waxbay dheer tahay rag fiican bay dhali doontaay waan tamadin doonaa isii buu ihi buu ka doono uu guursaday inuu wiilkiisa u guursaday ma xusuusto yacni waxaan uga jeeda ummad makaa rabta inaad rogto ama aada hagaajiso waa inaad daraasiiso ayada shakhsiyadeeda dunteeda hilibkeeda maxaa isku dila sidaad galada inoo fahanto soomaalida arag gal waa ina daraasaysay waxay dhan oo baanaba sidoodaba in soomaaliya isku lahay waxay u baahan tahay keliya in la yidhahdo kan hadlahay waayo waa ree hebel muxuuaani reebel ii sheegahayaa ree hebel bay hadda fahmeen hala kala qaybi wuxuu dhan hadda looma baahnay inaan hadda kala qaybina ma baahin bay dhehen inaan mashruuca isticmaalo oo mashruuci waxay ku habsadeen waagii carta soo garan maysaan shirki carta jabuuti 4.5 ka horaanba waan wadana waan aaminsanayn laakiin maana aad ugu dhaqmi jirin waan yar xadxadi jiray hoosta sida wadaadka regaarisa yidhi maalinkana waxaa dhadaan buuri dacuuha fa innaa muntina habeenkana waxaa dhadaan qaribuha fa innaa maslaxa asagoo qabyaaladda ka hadlaya casabiyadda marka xoogo waan ka yar xishoon jiray oo nin la soo istaago annaga ree hebela anoo ree hebela waxaan rabaa xaqi ree hebelka waa laga cabsan jiray hoosta laakiin laga wada jiray cartaa lagu soo sharci gareeyey hadda nin weyn oo oday ah oo 80 jir ah la soo taagan waxaa in la keeno alaabta ree hebel oo ku faantay muul kama xishoonay sheekhi baa la taagan nabadoonki baa la taagan maxaa la waa sharci gareeyey aafo nooga daran haddaan soomaalina inaba haysato baashaas hawshaa iska ilaaliya marka waxaan u jeedaa oon doonayaa ee munaafiqu xaqi buu ku hadli karaa in lagu kadsoomo maaha waa la iska ilaalin ninka xakiimka baatil buu sheegi karaa waa in la iska ilaaliyo muhiimaddu marka ashkhaasta ma ahe waa mabda iyo waxaynu xambaarsanay aad in loo ilaaliyo markaasaa la yimaade mucaado waadna wareerisay waxaa tiri munaafiqi xaq buu sheegi karaa ninka abwaanka ee xakiimka ee caalimka ahaana baatil buu ku hadli karaa sidee loo kala garan buu ku yidhahda ardadii way wareereen wuxuu yidhi fa ina cala alxaqi nuura iskuma khaldana buu ihi shayga xaqa ah nuur buu leeyahay hadalka xaqa wuu ku geli waad fahmi ka shakiyi maysid soomaali waa wada culumo caamaygooda cilmi dhagood badan buu hayaa idinkuna culumaa tihiin marka shay xaqa waa iska cad yahay howlo kaliya dana kalon baad ninkan ugu eexna amaad ku raaci mooyeeni wadaadka baadilka sheega waad garan wuxuu inuu baatil yahay midka xorowga miskiinka iska sakaraadka ee sheega wanaagga inuu wanaag sheegana waad garanaysa ee howlo kalead ooga tegi ma ninkan yarkaad hoos fadhiisan kartaa waad isdhihi mani reebelaad sidii oday yidhi oo kale intii jannadii reebel u dareereen buu waxay i dhaanta naarta reebel baa i dhaanta buu waagii hadda laysaystay cabdullahi yuusuf dowladda ahabaan oday la hadlaanu saaxiibana waan kuuri hawshan iskada howl qabyaalada badan buuyuu kicinayay markaas wuxuu yihi ree hebel jannadooda ayaa waxay i dhaantaa naarta ree hebel baa i dhaanta yani baasha halkaasay gaadhaysa wax walba wuu fahmay laakiin mashruuc kalaa ku xidhan muhimmaddu marka aan rabo waxaa weeye shayga xaqaa calaamaad iyo amaaraad iyo astaamo lagu garto uu leeyahay asaga un ha loo hiiliyo xumahana laga leexdo sayidina cabdullahi ibn cumar ibn khataab ya wuxuu inooga sheekaynayaa sidii salafku siday qur-aanka u baran jireen ama ugu dhaqmi jireen wuxuu yidhi kaana alfaadilu min asxaabi rasuulillah fii sadri hadi lumma laa yaxfad min alqur'aani ila suura aw naxwaha wa rusuqu lcamala bilqur'aani wa ina aakhira hadi lumma yuqri'uuna alqur'aana minhum asabiyu walacma walaa yurzaquuna alcamala bih xuli ummaddii hore anugu aan soo gaadhay ee saxaabadii dadkii waayeelladaan soo gaadhay qur-aanka wax badan maysan ka xifdi jirin buu suura iyo laba suuro dhowr bay ka xifdi jireen laakiin intaa ay barteen bay ku dhaqmi jireen buu ihi hadda laakiin waxaa joogta caruurta yararka indoolihii waayeelkii dumarkii raggii kulli qur-aanka ay baranayaan laakiin waxaa laga indhasaabay buu ihi inay ku dhaqmaan inay ku dhaqmaan baa laga indhasaabay abu cabdiraxmaan asulami atabiciga anu ka soo sheegana 79 iyo dhowrka sano ummadda qur-aanka barayay
وحول كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. طبعا آيات بكان برانو طبعا كحيقا ما ننبرنجي إلى طبعا كاسي حكم كتشرة حراشي كهاللهيان حرامتي كهاللهيان وحي نفريان آياته وحي نقربيان كل أن ميل صاره آيات ما ننبرنجي يعني وحي فهمها يعني قرنسيين وشيددوا حفظ ماه وقرقا وفلين طبعا كآيات أسبوع عمبرت أذون قرق من أن أمر كفلين أن حمي كاربا أن كهارين ومحا حرام محا حرام آياتهم كجر آن فهمين ما يسن تلابي جرين ما يسن كقود بجرين لوحي ما يسن دقي جرين كاسي دبتاك نان جرين لأنه وشيدوا وقران كان لقرق رقم أستقاب عبد الرحمن السلمي رقم بولها مركو نينك قرآنك أختيمه ولو تدار مجري تضباطني شنسون وددكم بطقم هذا كبري جري نين بو قرآنك بلابايا ووردم ميني مالك وقالين شميني ويريا ولا دردار ميا وحورن شريا هذا اتق الله فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت بالذي علمت عفوا حوري هبلو إلهي كعبسو إلهي بان قدر تأدونك كموئي أحد كآخير بضان هدي أذكر لقمن توحي لغو براي يا رنتي سفيان الثوري وقال روحي نو قرآن كبرتو ينو الدولو هلقن الدولو قال كبحا كيات جعشاي قرآن كبرتو بوري قرآن كميل هبرتو أقول لقمو كدبنا هاي الدولو بوري وقال يأسوك الجاهل هاي الدولني سألكو حيدا وحوجه ذا ومركو يهاي جهاد كفرض كفايو مركو فرض عين يهاي دوك سوال لغو سوال قيل هدي بحقا قرآن كبرنبا واضبيح مركاه يضاها حسن البصري أصوغ حورنشر إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يقرأه مفهوم حامل القرآن بسيف قد أصوغ عليه وهو الخطر حامل القرآن قرآن كننك حبارسا قرآن كننك يقان بعدين بدأ كم قليسان كتبتا وذا دور إذن لين حامل إذن كنا حامل الكتاب الله بانا هاي بعد ليه مفهوم حامل القرآن بسيف قد الله هي مفهوم لغوي يا مفهوم شرعي كلا جرا مثل اللغوي وحاوي نكو قرآن كقبطي قيبابا وان حامل بانسكالينا أما عند السلف حامل القرآن وانكو قرآن كقرقما وإن لم يحفظه يوسن أقون يوسن تشكاق وان مرهدو قرقما وحامل كتاب الله إذن وحكو عدايا وشدوه محايا هاي قرآن كاللو برانا يي إن لقرقما لفوليو ولذلك نكو قرآن كيقانا ماهر كائن إعدهينين هدوسن قرآن كقرق مينين ماها حامل لكتاب الله ما حامل لكتاب الله وأنك قرق ما يساسوك يجري حسن وحوري إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يقرأه ابن عبد البر وحيري وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه العاملون به حامل القرآن وأنا كتاب القرآن كي يقان أحكام ديسة حلاش سي حرام تسحق أن نقول رقمية عبد الله بن مسعود إن أحدكم لا يقرأ القرآن من فاتحة إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به علم متكين قرآن كوقبانية سورة الفاتحة إلى سورة النصب حرف قفين وحتى مسكتنا سميد حتى كما قفين لكن كما رقم بول قرآن كيبو كتاقي مارك حامل لكتاب الله ما إذن إلهي آيات القرآن كان سواخر ربي سبحانه وتعالى وينغفر أي قرآن كان إلا برطول لقود نقمه أحاديث دور كيدين صوت الماني آثار السلف كان صوت كل وحي تلمامين واتباحين ويتوكتين كتاب ربك وشدديس وحوي لو سودكي إن لقود نقمه أو لفوليو أو لقدكتو دستور لسكو مامولي ومن ثم حذيف اليمان أي في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام ويدي عليه الصلاة والسلام نبي الله شر يا جاهلية كفر بين كسو جري جري خير با إله نسي نعمية الدؤية إسلام نمو إسلام نمو دون وناقصان شر مكدن بين دونا فتن كما نبي بشر حي حلو في الدنيا كان نبي الله خير مكدن بين دونا ها خير حقوقي كتشرو مع عبار مكو بشر نبي الله فما المخرج وحنا فتنا يوحنا اسكم مرقي يوحنا اسكم محلقة قبل حياة نبي حذيفة اسكم يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه
تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع، صدح جرب النبي أبو علي. وأنا حديث كان قصو قاتي هل كودا محاضرة في الصحيحين ما تقرن يحكي ديرا فتن كهلا يوي، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. وحاسو دن محل أبو وريري كتابك ربك يبركون الرق أسجن الرع واتبعوه لعلكم ترحمون بين الأطفال رئيسين. نبي وإن تطيعوه تهتدوا بالليلي. إذن نبي هذا ترى علىنا وذهنون إنسان، لأن نبي كتابك راعي ما يطع الرسول فقط أطاع الله. إله كتابك شروح قاتنا وهنون إياه، اتبع كتاب، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ما وريري سوى تكلف فهم إنسان. وحان نسيب درا وح آدي الله قرن حاء أضو حامل كتاب الله بارن عيله أولي بأفكي علوم ذا يقر هذا يحملة كتاب الله كوه الله هي إن أتقال لي ما تاجرت بل كور ربا إن طاغوت تاجرت إن القبيالد وحد حيدته إن الحمان كتاليسو مجالس الله صفريسو طوحان هاي حملة كتاب الله حامل القرآن مجلس القراء جماعة المقرئين مقارد بان هاي سؤال أنت الرما بعيدا زماله من عرض دردرزي آران كم حد مودة شيرت إيه ملكوين كي إيه ما كي قيلوا كذا دعاي قيل يركا أرضو بعب على يواتقنا قيل وين عرضة ترتيب الصعدة قيل وايل كاي قهاليه قوارة دي دردريان بعب عليان قرب بعض ينرقيم حيسوك يا يقالمه ويدولا يرى يقوره مرك هذه رجي إن القرآن كترجمة يا أمي قاني أبو ما أنت أمد حماها أقوه الرئيسان وتقال بدي تاجرتان أري أنا هذا ما كم ما قلنا وذا لجس قريبة آدي دبوا دبوا يدبوا لقولي القرآن كي يقرأ كم إذا أنا وهذا حملة كتاب الله أن هاي محوين هبل بان تاجر سنة أنا مدرج زين لكن شلون إيش أدمنا وحنو صدق أنه هذانا نمنك القرآن كي يقاني يؤذي الديمقراط ملحد علمان أن تاجر سنة هاي ميس كنتا وهذا إسقابت سي نيجي إلى سجارة يا نسكو قبتي لك تهدي بقون تهدي وأنا نسكو قبتون فلار سكو قبتي بول هذا وربين ويني ده وإسقابت سي ويحقني يسيبول يدو حقني سالة أيان له لا يبول مركز إن شيني كذي نسكو قبتي لك تهدي مركز وصورة قال سيسوق وريسا وأن كهل الدونا سلفك وحي كي إلى هذين إنك حامل كتاب الله محال قربا حق الربا قاب كل ربا إنه قدق ممحوس كإلالين حال ربا نعلومات هاي حامل كتاب الله باتي ما دقي ما بدن بدحن بارزن تاي أمد مسلمين تا عد عد النقو أرها تاجير قبيلة تاجير قيسة تاجير دولة تاجير كتاب كرب جوح تاجر تاجر متى مسماها جابر وحيري سيف الله صوب حمل قاسة اللي حقدوا وضع كتاب القرآن كان نقول يا كل فتان كل فنا يا بوري وبين تابا وحنا لفري بوري إن سيف تنكر شقينه من خالف هذا إن كدينه من اتبع هذا روح وإنه مبدأ يقضي ليه إن القرآن كبر رجل ستان أو كده ورستان أو نقب عارتان يلين منه كتاب كله بهد الإنسان أنا جبنا بابين إنسان قيمة أنا جبنا كعيار إنسان إذن كي بدلوا بي كتب وأن كتب بدلوا بينا ورباش كده هي أمضنا هلون حرستو هلون نحو حديث معاذ بن أنس الجهني يا أو حديث كصاب سنة فضل القرآن كي يهوليس كصاب سنة فقري قصو قشبا ربعينا دلمرو من قرأ القرآن وعامل بما فيه وعامل بما فيه ألبس والداه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت أهل الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عامل بهذا أبو داود بصوص صاري حاكم يغيرك سنة ضعف باكوجة لك وحوم مخراتك عهدك بريدة بن حصيب في مسند أحمد النفس القضية كيمي وأنا حديث حسن أمرك سيدان الله
nabigu xuule calayhi salaatu wasalaam quraanka ninki akhriye barta kuna dhaqma asaga waxa ku yaale amar ama xalaal ama xaraam ku dhaqma labada waalid ee dhashay ya maalinka qiyaam waxa loo gelin taaj ba loo gelin aad iyo aad u iftiimay oo qoraxda ka iftiin badan haddii adduunyada la keeno guriga la dhex galiyo ninki waalidka ay quraanka sababku waa inaad barato ahalkaadiba sidaas loo karaameeyay adigu quraanka bartay ku dhaqmi maxaad nabigu moodaan buu rasuul allah ninka maxaa lagu abaalgudayaa hadiiba waalidkaadii loo xirayo taaj iyo boqor iyo karaamo ka if badan quraxda adduunka joogta guryaha la geliyo famaa dhannukum billadii camila bihada idan qur-aanka ku dhaqankiisu fadigaasuu leeyahay waalidku marka la karaameyn ee la sharfahayana markaad qur-aanka taad barato xaggana aad ku dhaqanto haddaantaad barato aad ku dhaqmi weydo waalidka ma cillaad dhigto waad baabi'isay xadiidka lamidka abyaadii shaatibi fi alfiyati uu ku tilmaamayo weeye fayaa ayuha alqaari lahu mutamasika مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملأ أبيات دي مركة حديثك بريدي حديثك معاد بن أرس بو تلمامي الشاطبي في ألفيته أي موسى الأشعري أن تقدقوا وقت عاوة يقول لرضا المدى إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن لكم نورا وكائن عليكم وزرا xuura abu musa alashcari qur-aankan ajir baad ka helaysaan sharaf iyo magac baa idinku jira nuur ba aakhara idin noqonaya adduunkaba wakadalika awxayna ilayka ruuxa min amrina maa kunta tadri wa kaa'inun lakum wizraa buur dembina waa idinku noqon karaa nuur buu idin noqon sharaf iyo magac buu idin noqon ajir baad ka helaysaan dembi iyo culaysna waa idinku noqon karaa ittabicuu hada alqur'aana walaa yattabicannakum alqur'aan war qur-aanka raaca idinkoo dabagala qur-aanku yuusan idin dabagelin oo idin daalac idin raacan fa innahu man yattabic alqur'aana yahbit bihi fi riyaad aljanna waman ittabacahu alqur'aan yuzakhu fi qafaahu fayuqdafu fi jahannam ciyaadan billah wuxuu ihi qur-aanka ninkii dabagala suu kuu wado jannuu daf ku siiraya adoo janna ku dhex jiro dhuflin baad sarki laakiin qur-aanku ruuxuu dabagalo ee uu dacweeyo qadaadka intii lagu dhufto la hambooriy yuu jahanamo yaa lagu tuuraya war qur-aanka raacoo dabagala qur-aanku si idin dabagelin buu yidhi saxaabiga waa xadiid mawquufa laakiin xukumahaan marfuuc ka ah sidaad aragtaan kacab alaxbaar wuxuu odhan jiray calaykum bilqur-aan waa nin hadde yahuudi ahaa oo israa'iili ahaa oo tawradii injiil yaqaana waagi dambena islaamay waxaasuna islaamu salafkun aad u jeclaaye xataa cumar uu su-aalo weydiin jiray asagoo xataa markaad ka shekaysan uu ka baqay inuu u qariyo yahuudnimadiisu u qariya ka baqaay calaykum bilqur'aan cumar uu dareen badnaay war qur-aanka ogaadu yidhi fa innahu fahmu alcaqli wa nuuru alxikmati wa yanaabicu alcilmi wa axdathu alkutubi biraxmaani cahda wuxuu qur-aanka ogaadoo ku dhaqma maxaa yeelay waa caqliga garaadkiisa weeye waa xikmada nuurkeedii waa meeluu cilmigu iyo khayrku ka butaaco waa kutubta ilaahay soo dejiyey kitaabka ugu dambeeya xagga alla ka yimaada dhaxalkii inoogu dambeeya weeye haddii haddaanu ka tagno xaggeenu aadaynaa mucaad ibnu jabal ayaa jamaaca dhowr boqol oo nin oo reer yamaneed ahaabuu waana wax u sheegayay wuxuu yidhi sayabla alqur'aanu fii suduuri aqwaamin kamaa yabla athawb qur-aanka inigoo xambaarsan ayuu qur-aanku duugoobi doonaa laabtiinu ku duugoobaya sidii marada u duugoobdo oo kale fayaqra'uunahu walaa yajiduuna lahu shahwatan walaa ladda maxaa yeelay qur-aankii bay akhrinayaan oy dareerinayaan mana dhadhansanayaan kuma macaansanayaan naxariis iyo naacow ma dareemayaan waasawaasac iyo farxad ma dareemayaan maxaa yeelay qur-aankii waa u duugoobay waa qur-aan ruug baa lagu le waa xaamal kitaab ilah xaadaa la akhris waxbana kama hayo wuxuu yihi yalbisuuna juluud adda'ni calaa quluubi adhi'aab acmaaluhum tamacun laa yukhaaliduhu khawf in qasaruu qaaluu sanablug wa in asaa'uu qaaluu sayugfaru lana liannaa laa nushriku billaahi shay-a waxaad muddaa annaga u naga waramay wuxuu yidhi waxay xidhanayaan haraggii isaanti iyo maqaarkii iyo haraggii idaha qalbigooda wadnahooduna waayey iyo cuuri iyo dhuru ayaa baal wey muxuu ujeedaa
korkooda adey waa arta abeesadu korkeeda wax ka sibsiro ka macaan majid wax masku uu qabow yahay waa sibsib hadii maskaga saxta korkiis haduu ku taabtana kaw shayga korkiisu quruxsan yahay sunta iyo balaayadii baashuna ku jirta waxa liyaada yalbisuna julud adda'ni wa qulubun qulub adda'ab waxyaabaan baahlan ugaarsaday yiga bahalka la yiraahdo ay diibiga ugu xun waa wadaragtiro waa musiibo weyn وحوري سحابيكو أعمالهم طمع لا يخادو خوف أعمال شو تقدم بوا إسكا وإسكا هنقوري بولي وحوم بإسكا رجي إنو جنة إسكا قالو إنو إسكا برواقوبو إنو خير إسكا صفرمو إن نعمة أدوي من أخرى وأن لك لقاذن وحيار وعبسي إلى قلب إسكا مجرد بولي فيلم في عنو با إسكا قدار عقار بو إسكا داوري عبسي إلهي بماشي صوتي قان ماي وحوري سحابيكو هذي جواد فلانو يعماشي يريان وربل واسده ما ذهبين كتوسد أو سنتد أو كتابك لا يحرميس محل كتابك أوبر كذات راد إن شاء الله يكون خير وأنا هجاتين دانا وأنا هبين دانا أقول يا دبل ود لما كان روح نسكت داي ورخ شيخ نوسو الدعاء إن شاء الله إلهي إنه النصوح هنوني وما صعود دقو ما كذا قانا خائن خائن دلي بقوله أوصلك أحمرية وين أساؤه أبتشد والروح مقتاي وعيد الزبالدو وعيد ننفدي اللي ملكته ننفدي اللي ملكته روح هذا مرخو بعيد قاضي سواء إنه حيو إسكر إسبرجنتالو أسوء استهبيب الربا هذو إسكر بحش ما قاضي كرتيد هذا حمان سمياء وحول وحورها يا ونولد مدافع حين مشركين بأننا هاي مرة أنا مشركين هاي وأنا وأسك أوكي بيقولي وحول ربنا بمركو وام حي والأمن من مكر الله ولا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هل سويا أو شاسو كدقي علي بن طالب بائي يريب نيكولوج لورج إياس بن عامر مالي مال محكمة قعنتو ربي سيب قوني بي لبحي عيلي إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف هذا سيجوك دانوا من سعوداي وعمرك وقسمه كتاب كلا يصدحك وحط بآخرية الضرور سنف لله وسنف للجدال وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك صدح راسا دكم غندنا نقول نين قرآنك أبرنا إلهي درتي أضو حكون نقوتي آت كبت بادت آت كبت قنتت إلهي أكو كبركي جنات كيشت نارات كبت بادت بأبرنا إياه وأنا ضد يربولي قلوا وحي أبرتنا آت كد دودت ريبل آت كد دفاعت فريها مكالا فريها آت سو تورتت يا عامل قردهن واسده دود بو برانيا لانه وحو برانيا للدنيا الا بيل با هدا غلاي الدنيا برانيا شقوين با كخيغا وخبا لوغو راادسدا مشروع الدنيا با غلاي با وحو لكن وحد اوغاتا ومن طلب به ادرك قران بولنينك وخ كو راادسدا ادوكو كو هلي لكن اخر ملقي غلاي ودوكتين دد الاسلام كشيت قران كو جعليه نينك أهل القرآن كانوا احترامان إذن وكواله أنك أهل القرآن كوحان تاقرسن هاي أو هبل كوهاية إذن قرآن كان نينك حيوضتك أصمرا دانتي سوو قراب لكن قرآن كان بادين إلهي ديرت أبرتا أبو قلابة وحولي أبو دردابان صوص سلامان فرين ريكو فوقكين وحان يقول إيه قرآن كان يقان نويكو سوو سلامين وحين يكو يجاهدين بل وحون ترى أي تصالان صوص إيوانا حلو عليهم السلام سلامت أنا جارسي بول ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجوراء والحزن بول يقول سلام بالقلية وذا ده ركوا في علماء سلامت جارسي وحان أشر كتابه قرآن كهسيين هجان كهودي بتنبول فليعطوا القرآن بخزائمهم خزمدوا و سنكا لغا دولاليا رتيغا مركال ربعين وصفة عن أسوح وذا مركاسا حريقير لغيريا كدب هقانكا لغلا حرا كدب هلكاسا تصارا والله دقاقيس ساسو قنطمية الزمدو دي هقانكا وذا كتابك اللي هو ديبين بور وركرونا هاتو جيه محايا نينك قرآنك او هقاميو وحوك لوكو لبرو دقنان شي سهلا نحاريس خير بوك لوكو لمي جوري وظلم واكالي حانيا مركم حكوي لي قرآن كهو جان كهو ديبت مرن كورن جوتشي نينك لورن جري ابن عباس رضي الله تعالى عنه
iyo ahadiidkiisi yaraa baan ku yaan qaybta hore kaga baxaya wakii oran jiray fi sunan ninka aan qalbigiisu quraan ku jirin waa kalbaytil alkharib guru baaliyoobay oo duugay oo dumay buu la mid yahay quraanka qalbiga ku jirina waa quraanka lagu dhaqmaayay riwaayo kale ku cadeeyay oo asaga mowqufa min qawlihi wa alcamalu bihi fadl quraanka waxaa ugu filan xadiidka buurad garanaysa guriga quraanka lagu akhriyo Abu Hurayra guriga waasac noqda reerkiisu la ekaadaa carruurta iyo haweenka kala dega odaygoo bilcaanto isku dhici mahayaan waa nabad shaydaankuna waa ka baxaa khayrkiisa la furaa guriga aan quraanka lagu akhriyin dadkiisuna quraanka aysan baranin waa guri kulul waa guri shidaado had iyo goor madaxa la isharsanaya wadaadkii wadaaddii baa iska luusha carruurtii baan kala baxaynin biilkii baa hirig noqonaya maxtarkii jiddo quraanku marka guryuhu barakeeya ku dhaqankiisana wax walba ka sii fiican waad garanaysaa haddii xadiidkii ahaa baqara guriga lagu akhriyo saddex maalmood shaydaan ma soo galo shayaadiintii iyo jin oo dhan baa kala haadaya idan shayga ilaahay sidaa u barakeeyo waxaa la doonayaa inaad u aragto inuu yahay wax aad haysato adduunye wax haysta ma jiro aadama haysta ma jiro shay waa inuu qiimo kula yeesho ood weynayso qad haya'uka liamri low fadinta lahu farba' binafsika an tarca maca alhamali adoona xaamili kitaab illah oo caalima oo qur-aanki xifsan oo barkisan oo ku jiifa haddana sida caamada iyo ardaalada iyo dhaqan xumo u dhaqanto waa ceeb wey marka hore marka inay danays iyo buralaysi ka ahayd baa laga yaabaa ilaahna asturee kitaabka rabbigaha loo dadaalo alquraanu xujatu laka wa calayka xadiidka abi malik ashcari waad garanaysaan fi sunan iyo muslim ba walquraanu xujatu laka wa calayk qur-aanku sidiisuba labada mid un weeye mid saddexaad malaha ama wuu kuu doodi oo jannad ku geli ama wuu kugu doodi wuu kuu dacwo naar baa tagaysaa ibnu mascuudna waxaa ka sugan min qawlihi waa marfuuc xukman iska ah qur-aanka aakhare iman markaasuu u shafiica qaadayaa axadkii yaqaanee ku dhaqmi jiray jannuna geynayaa qolina wuu ku maqnaatay kacee naar bay tagayaan waxaadna ogaatay culimaa laay kitaabka qur-aanka si walbad u akhridaan ood maalinkii toddoba juz akhridaan ama laba suco akhridaan ama aad toban tobanba saddex beri aad ku dhammaysaanba wax ajirood ka helaysaan lama arko ilaad ku dhaqantaan hal xaraf oo ajri lagaaga qori maayo ilaad ku dhaqanto mucaad ibnu jabal baa fatuwoon jiray wax khilaafsana maana arag tacallamuu maa shi'tum an tacallamuu waclamuu أن الله لا يؤجركم بعلمه حتى تعملوا وحول بو دونتان برت بو رسا دونتان ودريريه سا دونتان واخريه لكن وحد اوغاتا الهي انك اجر سين ما هيو ثواب كهل ميسان الى اد كو دقنتان كتاب الهي دارمي غير كي با سو سارا وحان دورينا حمله كتاب الله كتاب ربنا حرميان طمع الدنيا كفغادات baahidooda qarsadaan alla u sheegtaan aadamaha iska ururiyaan isdhowraan is-ilaaliyaan wax yar kadib markaa hawsha ku dhaqanto xurmaad yeelan qiimaad yeelan aadamaha ayaa ku soo raadsan gurigaada lagugu iman wadaad hebel lagu soo dhihi laakiin adugu haddaad sidii eyga dabanahnaalayso way ku baabi'inayaan ilmaha yarka xabadda canjeerad bannaanka ula soo istaagi wax ku xurmayn ma jiro haweeneedaa kaa farxalan odayga asagoo sii jeeda sidii nin tuugsanaya shilinka kuu taagaya salaantan si fiican lagaaga qaadaynin adaan kitaabka rabbiga xurmaynin innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cumar baa wuxuu ku yidhi kacab maxay culummadu intay qur-aanka bartaan oo cilmiga bartaan oo si walba ugu dadaalaan haddana qalbigood uga baxaa oy wax ugu noqon waayaan wuxuu yidhi yudhibuhu adamacu wa tatallubu alxaajaati ila annaas damaca adduunye iyo hunguurigaasaa baabiyey wadaadaha iyo baahidooda ibni aadan la aadeen hadday rabbi la aadi lahaayeen qur-aankana dhowri lahaayeen ayagaa ugaasha noqon lahaa adduunkana ka tayin lahaa fuday ibnu ciyaad abu caliya zaahid yaa wuxuu yidhi cabdullahi ibn mubaarak ninkii caalimka adgana abu cabdiraxmaan ayaa wuxuu igu yidhi buu ihi aktharukum cilman yanbagi an yakuuna aktharakum khawfa ninka idinku cilmi badan ee idinku aqoon badan waxaa la rabaa inuu idinku cabsi badnaado xamalatu kitaabi illah ilaa man raxima rabbuhu sanadka maanta inu joo zamankaani
aamada ka ilmi ya ka cibaado badan oo ka khayr badan oo ka cabsi badan in badan oo kamida meeshii la doonayay ninka quraanka xambaarsanay inuu horyaal noqdo inuu hoggaan noqdo inuu noqdo axadka lagu daydo inuu noqdo ninka dadka hoggaaminaya dayashada madan xidiga meeshii la doonayay asigii baa wuxuu yahay hada dibkeemo dib socod wax kale oo lagu tilmaamo wanaaga ummadu markay fiiriso hebel ay yidhaahdaan oonkay quraanku yaqaan ma jiro ummadu u sadaqa badan lagu oran maayo uu salaatu lil badan lagu oran maayo uu sadaqa badan lagu dhihi maayo uu soon badan lagu oran maayo uu run badan yahay uu khayr abadan khayrki kale wanaaga ay quraanku farayay ee markor loo bartay in laga faa'iido lagu mahayo kaliya waa macallinka quraanka curto baray waxan baa lagu sheegay guryihiisu guryaha kama duwano habeenkiisu habeenaha kama duwano maalinkiisu maalin kama duwano waynu gaari doonaa xuulu waxaa munaas waajiba mid walba ku ka aqoon badan yahay waynu ka cabsi badan yahay wahay ibn ward oo taabica wuxuu oran jiray quraanka akhrintiisu waxaad ka dhigataa cilmi ee camal ka dhigan wax inagana haysta wey quraanka maxaanu akhrinaa waa la dareerin in ajrun laga helo oo ma akhrinaysid aad fahantid cilmi aad kala baxdid أحكام محا حلالا محا حراما أمر كي نهي ومرك كتابك القرآن كآخرين سوء آخري آد علمي كبرت علمي غانا آد كودا قانت هاو آخرين كعبادة أهان والله صوما صوما والله صوما أجر مدك الدونيس القرآن كوالا الدريم حكا دونيس أجر هل كحرف من لقاقا قرو طبعا أجر هاو شو سيدا ما أو آخري آد علمي كلب حديد آد مسائل كلب حديد مسألة عصب إله فهن إغفر إله وحي فهنسي إله وأنا إله قرآن كيفر فقه يسي علمي يس أو تكد عيسته أو تفاصيل تفيرسه هذه لكن مصحف كاسود دريري جلات كي يورد كي يبان طورها هي كدي من أورده هذا ما إنك هل ما لم تقوله ما إنكرتا لكن مرك الضوء حيس أنا فهمت الضوء آخر نيس سيد عشر الجوس آخر يوم كله أطراع أنا يسه هل جزء ما إنك ما دم إنكرتي شان عيود بدا دافينين جاب بن عبد الله الأنصاري وحورن جري حامل القرآن إذا عمل به فأحل حلاله وحرم حرامه يشفع في عشرة من أهل بيتي يوم القيامة كلهم قد وجوا لهم النار نيكو قرآن كي يقان كل رقم ما نك قيامه تبان قيس بو شفع قاضي يا النار واجبتي تبان قيس وإلا النار والعذاب أي واجبت مركا عمل كو ذي لميزامي أي أشفع قاضي إله يو طبعا كان قويس وأهل يقرب إيسي الدواء اللو سي الدينية نار بانا هو واجبتي ولكن وبالشرط وإن القرآن كان يقاني كنا دقم الشري هذا القرآن كان تقانا كل قطم ميقان كان عند الله كل هذا لكن هذا كل دقم الشرين أحاديثك الوحي إنه شكتي صدح الروح وغهر سل عذاب محاكم ده nin quraanka iyo qaanoon ku dhaqmin jirin oo u bartay hal ila waa qaari 7 qaraad buu yaqaanaa ma 17 kaba maca shawaadu 14 kaba meel buu saaray intaas oo jaayso ay sidii intaas oo shaado liyo qala annahu qaari naarta lagu bilaabaya maxay la shayga aad iyo aad u qiimo badan ninka ka dhace ku halaabay si kale u isticmaalana dadka ugu liita aqligiisa ruuxa isticmaalay ilaahay u dhawaada ee baasa malaa'igtu u dhawaada عقلك يسروح استعماله وهي خرمه دينك قطنته هوس أذنه حيوانك كليته مع صرفرة الكلام البرز وميدا المقل أولئك كلا بلهم أضل واضم قشن زوما آدم هو بس دابا أما حق ملائكته ودو هذا أما وحو هذا حق الضميرها وحو دحيا مجر إذا وإن حق ملائكته لا هذا للدونية quraanku raad buu ka tagaa ruux yaqaan ee ku dhaqmaya ummadana waa ka duwan yahay inda salafi salih qisada wad garayso muhiimka ay adqiina baanday yawmul yamku nabigu xijaabtay qabaail farabadan baa diin ka baxo ridoobay wad garanaysa saxaabada dadal dheeraad ay la yimaadeen khilaafadii Abu Bakar waana soo celiyeen dagaalka ugu baanay muslimiinta ee gaar dhaxmay murtadiin dagaalkii reer bani xayfa yaa ma ka dhacay buu aad garanaysa muhaajiriin raayadooda waxaa wada bandhigday calankooda qabaail qabaail baa loo kala tagay iyo koox koox loo kala dagaalamay maadaama cadaw badan
lays hayo sunadna waxa weey marka dagaalamaysan ninku inuu bandeerada reerkooda uu ka hoos dagaalamo wanaagsan si dhaawciisa loo qaado ilmadeerta isan uga tagin hadii kale inta dhaawacanta yalla isku hadlayn muslim kala qaadona lagu laga tagin laakiin adeerka ka tagin maay rag is yaqaan oo isku hilbidaraan ceeb baa meesha laga baqaya nabigu waa qaybin jiray adigu ciidankii ee muhaajiriin waxaa bandiirada loo dhiibay maalinkii uu horeeyay saxaabi loo Cabdullah ibn Hafs ibn Ghanim wuu shahiiday maalinkii dambe waxaa qaaday Salim Mawla Abi Hudayfa nin adoon u ahaan jiray haweenay baa xoreysay waxaa korsaday Abu Hudayfa Cutba ibn Rabi'a wiil u dhalay oo garanayso meel muhaajiriin awwalin ah baa korsaday markii aabihii la garan waayo ayo 17 ay soo dogto la iska reebay Zayd ibn Haritha aabihii waa la gartay Salim ibn aabihii baa la garan waayo waxaa loogu aanayo loo tidi jiray Salim Mawla Abi Hudayfa ninkii 17 wiilka ka dhigtay ee soo korsaday ee yaa uu loo tidi la oran jiray gacalkiisii la isku oran jiray nin aad u qiimo badan oo quraanka yaqaan oo qiimo badan buu ahaa oo nabigu uu tilmaamay uu oran jiray quraanka laga barto habeen uu maqlay qiraa'is uu yiri ilaah wada ku mahadsan ummadayda hadda ka soo dhaxsaartay Salim oo kale ninkaas uu ahaa markuu saxaabiga hore muhaajiriinta uu sheedii baa soo qaaday bandiiradii ninku ma nin abtirkiisa la yaqaano maaha waa mawle waxay dhahayn Saalimow ama xaggaada nalaga soo dhaca oo raayada ka carartaa ma ninka ma noogu dhiibtid wuxuu maanaad igu leedahay hadiiba dhankayga maanta la idinka soo dhaca buu fabiisa xaamil qur'aani idan ana nin qur'aan xambaarsan oo kitaabka rabbigay ku dhaqmahaya hadiiba dhankiisa maanta la idinka soo dhaco qur'aanka baan ceebayay buu dagaalkii baa la galay asagoo dagaalamayo calankana ku ay gacanta la gooyay midigta raayadii calankii baa dhacay bidixdu ku qaaday dagaalkii buu sii wadaa tan waa la gooyay intuu soo qaatay buu labada gacmood gumudkoodi ba laabta gashaday asagoo laabta ku haysta yaa la dilay dhaawiciisi ayuu la hadlay saxaabada wuxuu yidhi Abu Hudayfa ma nool yahay may uu shiidaa la yidhi waa odaygii asagoo soo korsaday qiimaha badan saxaabigii Abu Hudayfa waa badri muhaajir asaguna wuu shiidaa la yidhi wuxuu hebel la ka waran wuu shiiday iqaado dhaxda idhiga buuri intaad qaadaan meesha u dhaxaysa Abu Hudayfa iyo saxaabiga kale i dhaxaysiiyay buuri waxay naftu ka baxday asagoo akhrinaya wama muhammadu illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum ayadas wuxuu durxulahaya murtadiinta reer bani xanif oo akhrinaya wa ka ay min nabiyyin qatala ma'a rabbiyuna kathir fama wahanu lima asamu fi sabilillah wama da'ufu bi'sa hamil qur'ani ana idan buur hadii xaqayga laga soo dhaco qur'aan aad igu tuhmaysaan wuxuu ra ana dad ugu liita balaayo dufay ku dhacday buur sidaas ay salafku qur'aanku xurmeen jireen asaga saaxiibkii Abu Hudayfa maalinku dagaalam ya ahal qur'aan zayru alqur'ana bi'amalikum la bi'aswatikum buuran jiray ma ku dagaalamaysaa suuleeyahay waraga quraanka yaqaano quraanka waxa ku xurmeysan ku qurxisan amalkiina iyo dhaqankiina hal arka manta wax dhigtaan wacdaro raga quraanka waxaan rabnaa dadka inay ka duwanaadaan oo ka tilmaanaadaan oo ka tacadaaraadaan la ilaahi baa sharfo karaameeyay Cabdulla Mas'ud wuxuu oran jiray yanbaghi li hamil alqur'ani an yu'rafa bi huznihi idhin naasu yafrahuun wa bi bukaa'ihi idin naasu yadhakuun warunti wuxuu ninka qur'aanka xambaarsan ee yaqaana waxaa la rabaa in lagu garto oo ku tilmaanaado inuu walbahaarsan yahay oo cabsanayo oo khushuucsan yahay markay dadku ay faraxsan yihiin inuu ooyo ilmeeyo ilmada doogo markay dadku qosqos lahayaan maxay kitaabka rabbi uu garanayaa waxaa ka waraa Cabdullaahi kasoo inuu yiri yanbaghi li haamil qur'aan an yu'rafa bilaylihi idhan naasu naa'imuun وبنهاره إذ الناس يفطرون وبحزن إذ الناس يفرحون وببكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس يخلطون وبخشوعه إذ الناس يختالون إذن وإذا لدر دار من سلفك وحيلي روح القرآن وحال الربا إن هبين كي سلقو قرطو ومركا تقول إنت تقول تمد عصب آدك تقول يا الله سودك إذا وذاتك نحوها ما يش سودك terba degaran jiray wax shan qaran ninkan uu guuxaayo in habeen seexanaynin muxuu yahay waa in la garto meeshan inuu degan yahay wadaad quraanka yaqaan waa in maalinka lagu garto soomantaa markay dadku afursan yihiin
waa in lagu garto khushuucda iyo muraaqabada ka muuqata markay dadku faraxsan yihiin, waa in lagu garto ilmadii oo inta aad duugaysay ilmada aad duugaysay lagu garto markay dadku qoslayaan, waa in lagu garto aamuskaada iyo edabtaada markay dadku bardoodamahayaan oo hadalka cantarabaashka ay isweydaarsanayaan, waa in lagu garto khushuucdaada markay dadku kibirsan yihiin. Yacni ma macnuhu war ninka qur-aanka yaqaanay waa inuu ka bedelan yahay bulshada, waa inuu ka tilmaaman yahay, waa in loogu soo hagaago wanaag iyo khayr iyo diin loogu soo hagaago. Hadduu dadkii la sinaado ama macalinka ummaddii ka daraado bal ka warraba xagga xumaha uga daraado waa musiibo. Waad garanaysa xadiid ibn Cabbaas fi saxiix al-Bukhaari, Sayyidina Cumar dadka la fadhiya la taliya yay ahaayeen ee uu soo dhaweysto ama waayeel ha noqdeen ama dhalinyaro mulay ha noqdeen, waxay dadka qur-aanka yaqaan, dadka qur-aanka yaqaan. Nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam, ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a ina min ijlaalillaah, waxaa ka mid a waayeel sunnada ku ciroobay ood xurmayso, waxaa ka mid a alla ood weynayso, waxaa ka mid a nin qur-aanka yaqaanood weynayso. Ghayr alghaali fiihi waljaafi canhu baa shardi ah, wuxuu qur-aankana ku xadgudbin xaggana uusan ka goyn, uusan ka fogaanin. Mar baynu sharxi doonaa insha allah. Sufyaan athawri baa waxaa la yidhi, cafwan, Sufyaan ibn Cuyayna ayaa maka loogu yimid muftiga maku ah, waad garanaysaane, niman doodo culimaa u yidhi waxaa lii xaamil qur-aani man huwa, ma ninka qur-aanka yaqaanaa mise waa ninka ku dhaqma. Tamaaraw بمكة في حامل القرآن فسألوا سفيان بن عيينة فقال العامل به، وانا يدين شو شيغي حامل القرآن وانك قرآن كقرد قمي ما أهننك حفظا لكن أضو حفظي سودر صدقا وشنئي النور وي، لكن أضين قلت دقا دقا قال يا عقبدا. فضي بن عياد هذا الكيسبان كوكا بقى بينا يا ودي قد أشياء بنو ملي عاو هبين كوران تربيت يسيد دايه حامل القرآن وحلو وحامل راية الإسلام أفرس ذلك أسقى قرآن كان نكا حمبارسا على أنك مسلمين توضابور لا ينبغي له أن يلغو مع ما يلغو ولا أن يلهو مع ما يلهو ولا أن يسوى مع ما يسهو وينبغي لحامل القرآن ألا تكون له إلى الخلق حاجة لا إلى الخلفاء فمن دونهم وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. هذا القيدين شيء يكون سعداء الكاسوي حونك قرآن كي يقان وحو حنبار سيهاي على أنك مسلمين ما هبونه إنه الله كفتم الله عن تربق شيء كوا عن تربق شيء هذا في عينين كوا يسكم مشغولين لي كوا إليها الماسين الله المام معها وإنه قرآنك ننك حنبار سني وسن آدمه وحبه يا أشيغنين وينو بهيسة قرصة ربي وينو أشيكتو خلفية الدولة دي غيركم من نبا ما حوينها أتقن خليفة أتقن أميرها أتقن كتابك إلهي حرمه بل وحا مناسب ردتك أدوها خوصو بها دي أدوها عاوي أدوها وحتر أدوها آبه اللو إمن ينقو وذاتك اللي سوء هذا ينقو إن المركة أدوها سيدي إيجا إيجا دورده دوليس قرآن كي بات شيء كتابك ربي ماذا حرمين أدو اسمه حرمين نور بابايسة أما الخيام فإنا كخيامهم وأرى النساء الحي غير النساء يا أبو كل وحول تنوينك وتنوينك الريبل لكن ضمر كضمر كما معها مقال كتب حامل القرآن بالا وذي هاي قرآن كوال ودرينا يا لكن وحلو كلا تجي بقم بالا وذي كلا تجي فضي من عياد بقصة عجيبة قبطي نبا ويمت ربين الرئو فصيره حول رأيت البارحة في النوم كذا وكذا حالي baan riyoodo waxaan ku riyooday sidaa isdaabuur fadlan ciyaad wuxuu yidhi oo qur-aanka ma taqaanaa ha waa xifsanahay buu yidhi fatanaamu lleyla wa anta xaamil qur-aan amaa takhaafu an ya'khudaka allah wa anta naa'im buu yidhi muxuu u socday wadaadka xero ugu ahaa in riyo loo fasiro abu caliya zaahidna muxuu yidhi qur-aanka miyaa taqaanaha oo dushaad ka haysahaa waanta jiiftaha oo qur-aanba haddaad taqaano maxaa ku siixiya aba riyootiiba buu yidhi goormaa riyootaaba horta yaa riyooda waxaa riyooda nin seexday ninki waagii maxaa sidaad barood garanaysaan wayuudama sideetan sideed sideed sagaalkii aad baa loo xaman jiro maqaxyaa lagu xaman jirayo
qolyo ree konferado maqaxiis ku yimaada jiray oday markaa sheeydaan ayaa u dhiyaar riyooda xalay oo riyaarka waxaan riyooda afweyno meel xum ka sii dhacahaaya waxaan riyooda dowladood dumaysa waxaan riyooda general hebel oo wax xalush la kala gooyay riyooda fasira dowladda lagu kacsan yahay dowladda hoos u ogaatay sirdoon baa la soo dharcad baa la soo diray odaygan sheeydaanka fasir riyooyinka musiibada dharcadka rag buu ka yaqaanaa odayba mid kale aad dareemay inay fadhiyaan markaasuu oday yidhi yaa riyooda xalay kii baa arkay inay fadhiyaan ciidanka yaaba seexday buu xalay horta riyo goor bay tibaadaa ninkoo qaxwada intuu shubto odayga yaa riyoodo la rabaa in riyo loo soo daayay wuxuu arkay kii kale wuxuu arkay nin dhacaa oo fadhiya oo sugaaya inuu ragga ka qabto wuxuu yidhi ow hebelow xal horta yaaba seexdayba maxaan riyoonnaa idan waxaan u jeedaa fudayl wuxuu yidhi qur-aankana waa taqaanaa waana riyoon miyaa riyo maxay u baahantahay seexasho yaa nin qur-aan yaqaana maba ahayn weeye inuu seexdo uu riyoodo maba ahayn sifaa bnu cuyayna wuxuu yidhi qur-aanka ninka yaqaana waxaa la weydiin waxa ambiyada la weydiiyo u fiirsada yus'alu camaa yus'alu canhu rusul waalambiya tabliiqa risaala la weydiinayaa bu aadama maxaa la xoolahoodii baa la weydiin wuxuu laakiin qur-aanka dadka yaqaana waxaa la weydiinayaa nebi maxamed iyo muuse iyo ciise wax la weydiiyo nabigana maxaa la weydiin nebi allow wixii aan kugu dhiibnay ee diinahayd ummadda ma gaadhsiisay hal ballaqta ala hal ballaqtu weeye nabigu adiguna intaasa lagu weydiin doonaa qur-aankii ma baratay ummadda ma gaadhsiisay ma ku dhaqaantay marka ambiyaaba lagu garab geliyey maxaa hurdiya howlaha kula soo galay cabdullahi mubaarak wuxuu yidhi man xamala alqur'aana thuma maala biqalbi ila addunya faqad ittakhada aayaati illahi huzuwa wa idaa casa xaamil alqur'aani rabbahu naadaahu alqur'aanu fii jawfih ma lihada xumiltu أين مواعيدي وزواجري وكل حرف مني يناديك ويقول لا تعص ربك بان برغو ورك سؤال بو علسيا قران كان نينك يقاني ادويدن استعليسيا اي حق ادويد او جن جيرسدا ايات الله بو كعياري بو ولا تتخذ ايات الله هزوا سميدا مقال نينك قران كان يقاني ادويدن دبا اوردا اي او هبل يا مدحوين هبل تاغيرسن ايات القران كو كجيسي qur-aanka ninka yaqaana hadduu ilaahay caasiyo qur-aanka u dhawaaqi buu calooshisa kala hadli oo odhanaya saan imaamaan baranin markii lay bartay ma doonin ilaahay in la caasiyo away wacdigayga iyo waxaan kaa reebay xaraf walba oo qur-aanka mid ah kula hadli aakharana kuu xujo kugu oogaya odhanaya rabbigaha caasi allihi ku abuuraha caasiyan sifatu rabbi kalaamu rabbi weeyaha caasiyin buu odhanaya qur-aanka ku dacweynaya axmed xambal baa waxa u yimid arday yidhi xadiidkan baranaya oo waraaqo wata meelo badan soo mar abuu cismaan la odhan jiray ardaygii buu soo dhaweeyey guri buu geeyey wuxuu halkan joog beri baan xadi ku yirin doonaaye wuu marti sooray weyse iyo biyo meel u dhigay galoo siiyey weysadii cishaha waa la wada tukaday tiisaatuliilku meel u dhigay iyo rumigiisi u diyaariyey nisdaba markii la gaaray uu axmed xilli uu kici jiray oo kacay oo tukaday wuxuu arkay biyuhu meesha yaalla iyo wadadka wali khuuranaya wuu toosiyey aadaanka subxi u toosiyey waa la wada tukaday markaasuu yaa abaa cisma maxaa u timid bal horta aniga maxaad igu timid ka soo duuntay wuxuu waa xun inaan xadiid kaa barto taalibu cilmi xadiid athari baan ahay buu xadiid raadinaya markaasuu seed xadiid ku raadin adoon habeenkii tahajud tukanaynin اذهب من حيث اتيت بول عد من حيث اتيت كل ما مش هتقت بيت بول طالب حديث باتاي حديث با دغبران هبين كنا واد خورين ميا الى صلاه الفجر كلا غير حديث ما استهش الصعود داف واو شوف فضيله كلا يدي قران واتق انا وان ريون ميا او ما هرده كو غيي سلف مركي اركان مركا مركي اركان وانا غايا قيمها هلكاس ديغان markii la isbeddel ku yimid ee qur-aankii ka tagteen oo kitaabka lagu tuntay maxay yidhaahdeen ninka la odhan jiray zakariya bnu mansuur alquradi wuxuu yidhi abaa xaasib baan maqlay oo yidhi kunta tara xaamil alqur'aani fii khamsiina rajula fatacrifuhu qad masacahu alqur'aan
وأدركت القراء الذين هم القراء فأما اليوم فليسوا بقراء ولكنهم جراء وفي رواية ولكنهم خراء وركاس ورع لسوي وحيولي وحان سوء قاري كنتن روح أما بقول للمكة قصة بحضو وحاد قرنجة تنك القرآن كي يقانات سوء أظن لقو شيء هذه ننكاس يا قرآن كي يقانا ما هو قرن وكذو ولدتك صلاة ديسة صوم كيسة قيام الليل كيسة آموس كيسة إذبت كيسة أخلاق كيسة أنشي كيسة دتك ورده وكذو وياي أسوء كتاب كلا حرميني دتك سانو سوء قاري بالقرآن كلا قرت أظن أقول إن بقول كلا سوء صاروا هذا وحن نحكي جناب القوليو أن قراء هينو ولكنهم جراء أو خراء ووصالوا وصالوا أما إلهي بيكون يرين قرابة معها فضي بن عياض وحكدك الشري حلقي سقراد الشوكتي إياك وصعبة هؤلاء القراب فإنك إن خالفتهم في شيء كفروك بور كون قرآن معها بور هذا الصحوات روح اسكد داية قال بابا تيكولين بور أنا القرآن نوصح إيسا سفيان الثوري وحول دتك وحان اوغو جيلان جيراي دتك قران كا يقنا مانتن ايغان اوغو نعباي مخا ييلاي قران كي باي كوتنت كتاب كان وا كاتغي امام الشافعي سيدا سوكلا اسغونا كسوغان احمد سيدو كلي ثوري سيدو كلي ابن عيينه سيدو كلي ليد ابن سيدو كلي حدد وناغسناتنا بالك وناغسن الذهبي الىه كو قوراي با لا شيغي حدد حماتنا ميش هدا تالا لا شيغي لا شيغيا او جيددو وا مخاي waxaa soo calaana iyo dhagaabina waxaan ka wada kitaabka leena xurmaysan idinkuna is xurmaysan ku dhaqantaan allo ugu dhawaataan wuxuu yahay qiimisa dareentaan ummada horyaal u noqotaan noo gaamisan xumaan nooga digtaan wanaaga noo horseedaan ujeedadu waa intaas dan kaloon kale ah ma jiro dadka idinka idin ku jecelahay laakiin ruuxa jacayshay baa la xanaanta قول يا ريم معلنا اسلانتي جعلين بابا قراعان هذا كو روايدين شيغي نينكا ماركا حامل قران كا تحير او تري وداد او كلا دردار بابا ان كو غبا غيبن وانا كتغي هادلكا خزان وحي الله لم يرى غيرهم اهلا لحفظ كلامه المختار لكن عليهم ان يقوموا بالذي فيه من المشروع للابرار صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام النهار وتورع وتزهد وتعفف وتشبه بخلائق الأخيار وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار وأداء فرض واجتناب محارم وإدامة للحمد والأذكار يا حامل القرآن إنتك هكذا فلك الهناء بفوز عقب الدار ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بواري إذن أمانة واسدة كتابك القرآن كإلالية شرفت وريه جريسة السوحلية مقعيس السوحلية ميقانك السوحلي إذن كبركوبي مقعيالني كلمة وحي كدن بي معلمين وانا اسبدل إذن كأركو ون إذن دعينه والد كان مربان الله لدونا وانمهتنتين dulliga ay ku hayaan kitaabka rabbigay jungalada ay geenayaan boosnoorada ay geenayaan dadaal la'aanta ay ku hayaan dulliga culimada ku hayaan iyo quraada iyo macallimiinta mar baan ka hadli doona intana taagan isbedel idinka waan aan ku arko wad ma santeen wa salaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh wixii khayr aan sheegay allah idinku anfaco wixii shar aan u qasnaa allah ii dhaafo kalimadana allah idinku anfaco wa salaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh